السلام عليكم، مساء عمري. ازاي نعمل سكادول للغرف للروم ونبقى حاطين فيها الفينش بتاع الارضيه والفينش بتاع الهواي؟ هروح انا لفيو واقول له انا عايز اعمل سكادول. ده هنا الماتيريال، لو عايز ماتيريال احنا عايزين دوت سكادول عادي. بقول له انا عايز روم، تمام. ده هيبقى اسمه روم فينيشنج سكادول. تمام، واجي هنا اقول له انا عايز اشتغل على الوركينج دروينج. ده الفيسز، ده مثلا الحاجات اللي اتنفذت، الحاجات اللي هتنفذ، الحاجات المرحله اللي بعد كده. بقول له اوكي، بيديني بقى العناصر اللي انا عايزها. انا اهم حاجه بالنسبه لي على اساس ابدا الشغل بتاعي الاسم والرقم. بعد كده هشوف في هنا فينش، فلور فينش، هل في فينش تاني، في وول فينش. طيب الغرفه العاديه بتبقى 4 حوايط، فلذلك هعمل 4 برامتر لكل اتجاه فيهم. يعني الحيطة اللي هي في الشمال نورث فينشينج، تمام. ده هيبقى تكست، بحيث تكتب انت الماتيريال اللي انت عايزها. جنرال اوكي، دي اول واحدة. وبعد كده تكتب مثلا الساوث، برضو تكست، وبرضو جنرال، وايست ويست. بعد كده هقول له اوكي. في اي وقت عايز تغير الفيس هتيجي هنا وتغير، تختار الفيس اللي انت عايزها، تمام. هنا تقدر تكتب اي فينش انت عايزه، وليكن مثلا بلاستيك، تمام. خلي بالك البرامتر ده جزء من الروم، يعني لما تدخل كده في الليفل ديت، تمام، وتبدأ تختار اي روم. خلينا نحط التاج بتاع الروم من انوتيت، اقول له تاج اول، واقول له انا عايز روم تاج ابلاي اوكي ليفل 1. لما تيجي تعمل سيلكت على دوت، هتنزل هتلاقي في الجنرال اهي كل واحد فيهم، يعني لما تكتبها هتظهر معاك. لما تحط تقدر تخش في التاجات وتحط الخاصية دي، تعمل تاج لكل حتة فيهم لو انت عايز نورس مثلا، بنت مثلا، تمام. دي الخاصية دي اوتوماتيك هتسمع في الاسكادول ايه بالشكل ده. فيبقى انت عملت روم فينش سكادول، والخصائص دي موجودة في قلب الروم. واللي خلانا نعمل الفيديو دوت، الناس كتير ما بتعملهاش برامتر، وبتعمله تكست وتكتبه، فبيظهر في البلان وما يظهرش في السكادول. لا، يا ريت ما دمنا نشتغل بيم يبقى نشتغل بيم من اول لاخره.